الأزمة الخليجية ولآثارها السلبية دور فيما نعيشه اليوم من عدم تنسيق بين دول مجلس التعاون في مواجهة وباء كورونا. أعتقد بأن آن الأوان مثل ما تفضل زميلي قبل قليل بأن نترك خلافاتنا جانبا لنواجه هذا الوباء الذي لا يميز بين جنسية أخرى. هذا الفيروس لا ينتقي جنسية ويترك أخرى. نحن جميعا مهددون، ولذلك أنا أعتقد بأن الخلافات السياسية لا مكان لها الآن في ظل وجود هذا الفيروس اللعين الماكر اللي حير العالم، وبعتقد احنا جزء من العالم نتأثر ولا نؤثر، بمعنى بأن لا يعني لا نستطيع ولا تستطيع أي دولة من دول المنطقة أن تعمل منفردة لمواجهة خطر هذا الفيروس. إذا ما توحدنا واجتمعنا لن حقيقة نخرج من هذه الأزمة منتصرين. أعتقد بأن الأزمة الخليجية أثرت بشكل كبير سلبا بالتأكيد على الأجواء اللي نعيشها الآن.